هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهارده رنا ماهر ستايلست. مش جايين النهارده بالستايلنج، جايين النهارده نكمل اطلاله اي لبس. دايما كل بنت بعد ما تخلص لبس تبقى عطلانه، تقف كده قدام المرايه. انا لبست، طيب وبعدين؟ جزمه، شنطه نكمل بيها الشكل، شرب حلو، عملتي شعرك، تمام. هنزل كده بقى من غير ولا نقطه ميك اب؟ لا، بصوا انا هتكلم النهارده، يعني اللي هيتفرجوا عليا وميك اب ارتست او بروفيشنال تتفرجوش عليا، عشان انا عارفه انتوا هتعملوا لي ايه. هتقولي لي ايه ده، دي سبقت الفوند. يا جماعه انا مهم في الريزلت، في الاخر النتيجه، انا هطلع في النتيجه ان انا راضيه وهكمل اطلاله لبسي وابقى تمام، بدل محتاج اي حد يحط لي تاتشات. اول حاجه نبدا بيها الليب بالم. الليب بالم اي ماركه اوكي عندك، رطبي بيها شفايفك. هو عامل زي الفازلين ده شويه، اوكي، بحيث ان هي تبقى لما تحطي الروج المات، لان انا حياتي روج المات، ما يبقاش شفايفي مقشفه او بقى لونه او اي حاجه انت عاوزاها. تاني حاجه هنستعملها البرايمر. بصوا هو في نوعين من البرايمر، طبعا في انواع تانية كتير. الماركه دي اي ال اف دي حلوه جدا، سعرها بره رخيص، اوكي. هجيبه احط على بشرتي، اوكي، ما بحطش بقى كميات الرهيبه عشان بشرتي عامه تستوعب اللي انا هحطه، اوكي. وبايدي بقى، بصوا هما بقى بيفرشوا بفرش، انا اقول لكم الفرش اللي بستعملها ايه بالظبط، اوكي. حطوا على الحتت اللي انا محتاجه، ان هي لما احط الفاونديشن الكونسيلر بحسش ان هي مغيره كمان، لان هو بيدي ترطيب. انا قبل ما احط على فكره البرايمر واول ما ابدا، يعني انا حطيت جونسون كريم مرطب عادي جدا، ومسحت وشي بتونر. تونر مهم برده لانه بيطلع اي حاجه مش نظيفه في بشرتك. خلاص انا حطيت، عامه بيتفرد بسرعه جدا البرايمر. تعالوا بعد كده نشوف الخطوه اللي بعد كده تبقى ازاي. ده روج احمر وفي التنت، بس انا ما عنديش التنت فهتصرف. بحط هنا نقطتين كده من الروج وهنا نقطتين قبل ما احط الفاونديشن. خلاص اوكي، وبايدي كده ما تتخضوش خالص، عادي. شايفين؟ هديني بس ايه شويه حمار، كل ده هيتغطى بالفاونديشن، بس بعد كده لما مع الوقت وانت بتتحركي راح هتلاقي تحس ان في هنا شويه ايه حمار كده، مش وشك مصفر. الفاونديشن اللي بستعمله انا الفاونديشن تو فيس، انا جايباه برده من بره، بس هو موجود هنا، غالي شويه بس الكفر بتاعه حلو ومش بيغير بشرتي. وانا مش عارفه ليه بحس ان انا، بص الكميه اللي حطيتها يا جماعه، يعني حاجه. هما طبعا بيحطوا بقى كميات، انا كميات دي ما بعرفش وشي يمتصها قوي. اوكي، حط كده، شفتوا الروج عمل حمار، اوكي، بس وهفرش ب، طبعا ما ننساش رقبتنا، هتلاقيهم بيقولوا في كل الفيديوهات علشان، بص احط فوق عيني عشان انا لسه هحط حاجه فوق عيني. بصوا حاجه بسيطه جدا، يعني مش يا دوبك بس اخلي بشرتي رايقه، مش اللي هو بقى ايه. طبعا في عند الناس عندها حبوب، تحط على الحبوب اكتر. الخطوه اللي بعد كده هنعملها الكونسيلر. بصوا في ناس دايما في ناس بتحط فاونديشن وتحطش كونسيلر، لان تحت عينيها ما عندهاش شالات او مش متعوده على الكونسيلر. انا متعوده على الكونسيلر. في تارت تقيل وفاتح، كفرج بتاعه عالي قوي، فللافراح قوي، اوكي. انا للديلي يوز ده، انا بحطه بس لو رايحه فرح. انا حطيت ميك اب فور ايفر، اوكي. هعمل ايه؟ زمان كان يقول لك الميك اب ارتست حطي كده، ونعمل كده خلاص ادمت. الجديده بقى دلوقتي نعمل كده ومن هنا كده. بصوا مش عارفه ليه، تقريبا عشان تسحب العين، بس انا ما بتفرقش معايا، انا مهم ان انا لما اعمل بلاندنج، اوكي، هعمل بلاند. ودايما البلاند بسحبها كده عشان ايه، قال يعني تسحب لي العين، بس انا مش عارفه، بحس ان هي عادي عادي يعني. او بحس اصلا ان الكونسيلر عشان بس ينور تحت العين، اوكي. هبلند كويس طبعا. بصوا انا بس ايه سريعه عشان تصوير، بس انتوا طبعا خدوا وقتكم في الحاجات دي، مع ان انا عارفه ان في ناس خلقها ضيق، هتلاقيها بصباعها ده بتعمل كده والموضوع خلص، بس ده يا جماعه بيضيع اصلا الكونسيلر. خلاص بعد ما خلصنا ده هعمل ايه؟ هجيب اللوز باودر. خلاص اللوز باودر ميزتها، بس انا جايباها برده ايه ال اف. عندكم لوز باودر في انواع كتير قوي، احطها هنا كده. بصوا ميزه بس ان اللوس باودر وانتي بتحطي فوق عينك حاجه نزلت، وانس عملتي كده خلص الموضوع. بصوا انا الفرشه اللي بستعملها بحط بيها كده، بصوا مش كميه رهيبه يعني، بس بحس ان هي
تدي اضاءة برضو تحت العين. اوكي زي ما انتوا شايفين. خلاص هعمل ايه؟ ده البلاشر بتاعي انستازيا. خلاص دي فرشة خليها دي. هعمل ايه بقى؟ انا ما عنديش بقى طبعا احط حاجة احطه في عين. يعني انا بستعمله بلاشر وبستعمله اي شادو. هعمل ايه؟ كونسيلر طبعا ما شاء الله بقى الخبرة قوي بقى بيستعمله اللي هو انا بصوا ده شايفينه. اوكي السن ده هو ده اللي تمام معايا وما بيبص ولا حاجة. امسك العين طبعا كل واحدة بقى ايه وطريقتها وبس. هفتحلكي بقى بس طبعا يا جماعة انا مش هجازف قدامكم واسحب سحبة الايلاينر. انا هعمل حواجب. بصوا انا بستعمل انستازيا وفي انستازيا ده اللي هو الماسكارا يا دوبك اللي طبعا حواجبهم تقيلة بيعملوا كده باللون خفيف قوي وخلص الموضوع. انا بس عشان عندي فراغات كتير في حواجبي فاستعمل اللي هو الجل ده بحيث ان هو مريح. اوكي وبصوا دي الفرشة اللي هي فيها سنة عوجة كده ويا دوبك بس بملى الفراغات. وطبعا يا جماعة زمان كنا بنعمل ايه الخط ده ونعمل مربع. خلاص دلوقتي بقى بيعملوا اللي هو الشعراية شعراية بس انا بفشل في الشعراية شعراية مش عارفة ازاي بيعملوها. يعني بصي هي برضو موهبة. بمسح بقيتي عادي جدا ما كلنا بنغلط. اوكي اهو يا دوبك بس بطلع حاجات. وشايفين دي بقى عبقرية بتبين ان انت اصلا ناتشرال جدا وان انت مش حاطه بقى قلم مش حاطه حاجه. اوكي بقى في زيادات كده نشيل. بصوا خلاص خلصنا يا جماعه احنا كده الميك اب. هنحط بس الماسكارا والماسكارا دايما انصح بيها. و انا دي تارت بحبها قوي وبتعمل فوليوم حلو جدا. بس يا جماعه الماسكارا مش هي كده وخلاص لا بتقعدي تعملي كذا مره علشان الرموش تتفرد. حط ده بصوا بقى فقره الكحل. في كحل ابيض للي عينيهم ضيقه قوي بيبقى الكحل بيوسع العين بيخلي شكلها حلو جدا. انا عيني يعني مش ضيقه قوي فاحط كحل اسود بحيث ان هو بيضيق لي اصلا عيني بيدي شكل حلو. اوكي طبعا مش عايزه اقول لكم احنا لازم نفتح بقنا واحنا بنعمل. انا عارفه بس انا براعي ان انا قدام كاميرا بس بفتح بقي في البيت عادي. نحط الكحل والحاجات. هنحط بقى الروجاجو. بحس بقى ان فقره الروجاجو دي بقى هي اللي بتظبط الموضوع كله. اوكي بصوا انا منقيه طبعا هي في فرش كتير في بقى المدوره دي في دي انا منقيه دي عشان انا مش قلبوزه من هنا انا رفيعه فبحس ان دي شايفين ان هنا عامله ازاي كده بتحدد لي المنطقه اللي انا عاوزاها بالظبط. طبعا انت بقى انت نقي اللي على حسب بشرتك. اوكي بصوا بحط كده طبعا انا بصوا بحط كميه كبيره عشان دايما في التصوير بيبان مهما احط بيبان ان انا مش حاطه ميك اب كتير. خلاص ده باليت هايلايتر خفيفه جدا جايباها من ماني سوق. اوكي سعرها حلو. بحط بس هنا كده يعني بحس ان اصلا ايه هنا. اوكي بحط هنا كده بحس ان فريش قوي بس في ناس طبعا بتحب الهايلايتر بس بحس برضو انا بحطه ساعات لو انا رايحه مناسبه. اوكي ده للي عاوزين الهايلايتر. اوكي اخر حاجه بقى الستاب المفضله بالنسبه لي الروج. اوكي انا مستعمل برضو انستازيا. طبعا الروجات دي بكل الوانها هتنزلي اول ما تنزلي تتفرجي ايه ده الروج ده اللون ده مش عندي ده تحفه. بالوان الكشمير كلها انا بعشقها او درجات البنيات الفاتحه كل مره اجيب نفس الروج الاقيه هو اللي عندي مفيش اي اختلاف. بس هذا احنا يعني بس يا جماعه وبكده نبقى خلصنا حلقتنا بتاعت النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا منها. انا عملت تاتشات بسيطه عشان نكمل الستايلنج اللي احنا دايما بنعمله في كل فيديوهاتي بس نبقى عاوزين نكمله بطريقه حلوه. اشارة بقى شيء جزمه شنطه حلوه شعرك معمول حتى باستشوار خفيف في البيت ميك اب بسيط زي اللي احنا عملناه واحنا مش خبره خالص ومش ميك اب ارتست بس حاجات بسيطه نخلي بشنا فيها حلو ونكمل الطريق.
رب تكون الحلقة عجبتكم، متنسوش اللايك والشير، واشوفكم في حلقات تانية جديدة حلوة قوي.